طيبة لكل يلي عم يسمعونا على هوا راديو روزنا. بنبدأ معكم موسم جديد من برنامج طابق أخضر بالتعاون مع منظمة اليوم التالي، وأيضا بالشراكة بالإنتاج مع منظمة نو فوتوزون. برنامج طابق أخضر بنسلط فيه الضوء على حقوق النساء في الملكية العقارية، أيضا آلية استردادها والصعوبات اللي بتواجههن خاصة في بلدان اللجوء. برنامج طابو أخضر ب 16 حلقة أسبوعية كل يوم خميس الساعة 2 الظهر. فقدان الأزواج أو الأباء أو الأبناء بسبب الحرب في سوريا مسألة بتوجع، عانت منها أغلب العائلات السورية حال العائلات المنكوبة بدول كتيرة قهرتها أثار الحرب. غياب الزوج أو الأب بكتير حالات حرم العائلة الموجودة بسوريا والمقيمة بدول اللجوء من إمكانية تحصيل حقوقها بممتلكاتها الخاصة. فالأرض أو المنزل أو أي عقار كانت بتمتلكه العائلة ومسجل ملكيته باسم الزوج أو الأب كان فعلا على الصعب على الحالات أو مع الحالات اللي تواصلنا معها ورصدناها يقدروا يمشوا بمعاملة إثبات أو نقل استرداد الملكية، خاصة بعد وضع اليد عليها وإشغال العقار باستملاك ناس جدد من دون وجه حق ومن دون أي عقد يثبت ملكيته. بتتناول حلقة اليوم الإجراءات الضرورية اللي ضروري تبدأ فيها السيدة اللاجئة اللي ما بتعرف مصير زوجها، هل هو مختفي هل هو متوفى، وما بتعرف أيضا مكان أو زمان فقده. أيضا من المحاور كيف عليها أن تثبت واقعة الفقد وشو هي الشروط، إجراءات الوكالة القانونية، أيضا الموافقات، التصريحات الأمنية، وفي حال لم تعطى ما البديل، وفي حال كان الزواج عرفيا هل تفقد اليوم المرأة حقها في إرث زوجها أو الانتفاع بالعقار، كيف يمكن حماية الملكية أو نقلة في حالة الغياب. لكتير أيضا من النقاط الضرورية، مشاركتكم وأسئلتكم متاحة، نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم بالتعليقات على البث المرئي على صفحة روزانا الرسمية على فيسبوك، أيضا بالاتصال على الرقم 0993505238، اتصال مباشر من داخل تركيا أو عبر الواتساب اللي أيضا فيكم تشاركونا فيه برسائلكم. برحب بضيفنا المشرف العلمي في منظمة اليوم التالي الأستاذ أنور مجني. تحياتي لحضرتك أستاذ أنور، أهلا وسهلا فيك معنا على هوا روزنا. تحياتي إليك ولجميع المستمعين والمستمعات. أستاذ أنور، كسؤال رئيسي ممكن نبدأ فيه ونعتبره تمهيدي وتوضيحي، ما القوانين اللي نص عليها المشرع السوري اليوم لحماية حق النساء في ملكية أسرهم العقارية في حال فقدان الزوج أو الأب والابن بظروف الحرب والاختفاء أو الاختفاء الزوج هون بهذه الحالة أو غيابه قسريا؟ شكرا لك وشكرا للاستضافة. يعني يمكن لما نتحدث عن موضوع الملكية فأكيد هي المشكلة سابقة للنزاع، يعني كان عندنا إشكالية كبيرة بقوانين الملكية وبتطبيق قوانين الملكية. هي المشكلة تفاقمت أكثر بعد الثورة والنزاع الحاصل في سوريا، وإذا رجعنا للوراء بنشوف أن القوانين السورية ما لاحظت فكرة ملكية الأسرة وما لاحظت يعني التحديات اللي بتواجه الأسرة في حال غياب الشخص صاحب الملكية. ورغم كل الأحداث اللي حدثت في سوريا بنشوف أن حتى القوانين اللي تتعلق بالملكية اللاحقة اللي صدرت بعد الثورة أيضا ما لاحظت هذا الأمر، وعلى العكس من ذلك دائما كانت هاي القوانين عم بتحاول تستغل غياب أصحاب الملكيات عن ملكياتهم سواء كانوا مفقودين أو غيره، ويتم سن الكثير من التشريعات اللي بتتجاهل هذا الواقع الجديد. ومثل ما بنعرف دائما بالنزاعات الفئات المهمشة والضعيفة تزداد صعوباتها، وبنعرف نحن أن تحديات الملكية بالنسبة للمرأة هي تحديات قديمة ومتجذرة في الحالة السورية. كثير من الإحصائيات تتحدث عن أن ملكية المرأة لا تتجاوز 4%، بمعنى أن معظم الملكيات هي بأسماء الرجال، بالتالي غياب الرجال عن
الوجود، يعني بسبب فقدان عم بيخلي النساء أكثر ضعفا، وبالتالي عدم القدرة على الحفاظ على هذه الملكية أو حتى الدفاع عنها. طبعا رغم هذه التحديات بنشوف أن نحن ما زال في بعض الفرص اللي ممكن العمل عليها لمساعدة النساء، وخاصة السيدات اللي فقدوا أزواجهم أو مورثهم بشكل عام، كيف يحسنوا يدافعوا عن هذه الملكيات ويحاولوا قدر الإمكان حمايتها. نعم أستاذ أنور، يعني هاي الإجابة بتفتح قدامنا الكثير من الأسئلة. وقبل ما ندخل بعمقها، نحن رح نستمع لقصة حقيقية تمت معالجتها دراميا. هي قصة واحدة صحيح، لكنها بتحكي لسان كثير من السيدات السوريات، وتجربة بتكشف بعض من الصعوبات اللي بتواجه السيدات السوريات بسبيل كسب حقوقهن العقارية بالقانون. دعت هي سيدة أربعينية من مدينة القصير، مهجرة موجودة اليوم في لبنان تقيم هناك. هي أم لخمسة أولاد، خسرت أحدهم بسبب العمليات العسكرية اللي استهدفت المنطقة. زوجها مجهول المصير بعد ما اعتقلته السلطات السورية بتهمة الإرهاب. كل العقارات باسم الزوج، ودعت فقدت الأوراق الرسمية للمنزل، أوراق الملكية، باحتراق المنزل. تضايقت فيني الأحوال، وخصوصي بعد ما صاحب البيت صار بده إياه، لأنه بده يغلي الأجار وأنا ما بقدر أدفع له. دلوني عليكي وقالوا لي مالك غير الست سهيلة، هي بتشتغل بمنظمة بتساعد اللاجئين. احكي لي شو قصدك لأعرف كيف بدي ساعدك. الحرب، وأنه أنا يعني اعتقل زوجي وتوفى ابني استشهد، فأنا أنه دمر بيتي، فوين بدي روح؟ خفت بصراحة، يعني صار الوضع عنا بالقصير كتير صعب. ونحن أصلا يعني طلعنا مثل ما بيقولوا هاي التغريبية اللي العالم كله شهدها، ضلينا 15 يوم على الطرقان مشي، اللي مات على الطريق. نفدنا بأعجوبة، بس ما تخيلت بعدها يصير اللي صار. فهون الجيش اقتحم البيت واعتقلنا أنا وزوجي، هيك صار. هلا بشكل عام كتير الوضع صعب. اول شيء الوضع الاقتصادي، الغلاء، الدولار، ارتفاع اجارات البيوت، ارتفاع الكهرباء. موقف بتهمة الارهاب. ضليت 6 ساعات انا وابني الصغير، وطلعنا واخذ زوجي، لهاللحظة ما بعرف عنه شيء. ميت، عايش، سر عند الله. سودت الدنيا بوشي وما عرفت وين روح بحالي. عندي الكبير استشهد، وعندي 3 صبيان وبنت. اللي استشهد هلأ بيكون صار عمله 24، البنت عمرها 23، شاب 21، شاب 20، وشاب 13. اختفاء زوجي صار أثر اشتباك بين قوات النظام والثوار، فكان بيتنا جنب المكان يلي هني عاملينه مقر الجيش. اللي صار انه الثوار فاتوا من، نحن نايمين بالبيت، فاتوا من شباك المطبخ، انا كان عندي معرض، فهن حطوا الالغام بالمعرض، بس فجروها، فجروا 2 من اصل 5، وفجر نص البيت. فهون الجيش اقتحم البيت واعتقلنا انا وزوجي، هيك صار. من القصير نزحنا ليبرود، وبعد على عرسال. قعدنا بالمخيم سنة تقريبا، صارت معركة عرسال، بعدين طلعت أنا وولادي لأنه الوضع صار أصعب، واضطريت أطلع من سوريا لوصلت لهون على البقاع مع أولادي، ووضع من سيء لأسوأ. طيب بيتك شو صار فيه؟ ما عرفتي؟ ما حاولتي تبيعيه قبل ما تطلعي؟ بيتي يلي تدمر ما نطابه أخطر، وما بعرف كيف بدي أثبت ملكية زوجي فيه. معنا محل استثمار دولة أخذوا الحزب، معنا أرض خبرت من ناس إنه في جماعة قعدوا فيها وزرعوها، وقد بعت لهم خبر إني بدي أرجع قالوا لهم هاي الأرض أرضنا وأصحابها ميتين. في مزرعة طريق بعلبك ما قدرت أعرف عنها أي شيء. سياراتنا شيء احترق، شيء أخذوا النظام. مشكلة إنه كل شي عقارات باسم زوجي اللي مو مبين مصيره، صار له 10 سنين.
وأنا ما معي ولا ورقة بتثبت حقنا، ما معي إلا هويتي الشخصية. هلأ الأراضي تقريباً، الأرض يلي ورا المشفى هي ملك 12 دلم تقريباً، والأرض يلي على طريق بعلبك كمان هي ملك تقريباً 10 دلمات. وبيتنا هو مشترى ملك، بس ما نو عقد أخضر أو طابو أخضر مثل ما بيقولوا، يعني هو حدا مورثه لحدا ونحن اشتريناه. كمان تقريباً بطلع 500 متر محل سوق الهال، هو استثمار دولة 99 سنة، والسيارات ملك لأنا بصراحة يعني ما بعرف. وكنت عم حاول إني أدور، بس خبرت إنه بدها مبالغ وتكاليف بالدولار، وبدي أدفع صار علي ضرائب من 2011 وما بعرف إيش، فالمبلغ اللي يعني اللي ينذكر قدامي كتير كبير، فأنا هون عملت ستوب. أول شيء إنه أنا حدا يعني زوجي ما بعرف أراضيه وين، ما بعرف طيب، ما بعرف ميت، ما بعرفه مستشهد. فتاني شيء إنه أنا ما بعرف هويتي شو حاطين لي بالدولة، ما بعرف عندهم شو حاطين. ثالث شيء أنا بس اقتحموا بيتي فقالوا إنه نحن إرهابية، وأنا بس اعتقلوا زوجي، كانوا اعتقلوني أنا لمدة 6 ساعات أنا وابني الصغير، ونحن يعني طلعنا بأعجوبة، لو ما هيك رب العالمين بعت لنا ابن حلال فكنا ونجانا. كمان يعني كمان أنا قلت معرفة يعني مثل ما قلت لك من شوي. يعني في كتير قصص وكتير عوامل بتمنعني من هذا الشيء بصراحة، ما عندي شيء أبدا، لأنه أنا قلت لك أنا طلعت من بيتي تحت انفجار. فيعني أنا لو ما كنت نسياني جزداني عند أهلي من قبل بيوم، حتى هويتي ما كنت قادرة أطلعها. عايشين من القلة، في عنا وما معنا. بدي ألجأ للقانون، ما إلي حدا جوا، وعرفت إنها مكلفة. نحن يا دوب مأمنين أجار البيت مصروف أكلنا. استمعنا لقصة السيدة دعت وهي لاجئة سورية مثل ما ذكرنا في لبنان. برجع لعند حضرتك أستاذ أنور، بتعريف القانون بموجب القانون الدولي ما في تعريف مدرج للشخص المفقود أو بعداد المفقودين. القانون السوري هل عرف المفقود؟ هل قدر يحدد إذا كان في فرق بين حالة الغياب أو حالة الاختفاء؟ يعني أول شيء هذا يعني شكراً على هذا التقرير، وأعتقد أنه هو بيمثل حالات كثيرة من السيدات السوريات اللاجئات والصعوبات والتحديات اللي عم يواجهوها. إذا جينا للقانون السوري، طبعاً القانون السوري عرف المفقود وعرف الغائب. المفقود هو الشخص اللي لا يعرف حياته أو مماته، أو هو معروف أنه على قيد الحياة لكن ما نعرفه. طبعاً هو هذا التعريف ينطبق يعني على أي حالة فقدان، يعني بغض النظر عن القانون الدولي كتعريف رسمي موجود أو غير موجود. طبعاً المفقود بهذه الحالة يختلف عن مفهوم الاختفاء القسري. الاختفاء القسري اللي له علاقة بجرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية اللي عم تتمارس بسوء ممارسة النظام، وهذا التعريف واضح ورد في اتفاقية دولية هي اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. واللي تحدث فيه هذه الاتفاقية عن مفهوم الاختفاء القسري هو عملية احتجاز أو اختطاف أو اعتقال شخص من قبل أجهزة الدولة أو من قبل جماعات هي ليست من أجهزة الدولة، لكن تتصرف بناء على أوامر أو بالتنسيق مع جهات الدولة نفسها، مثل الميليشيات الإيرانية واللبنانية وغيرها الموجودة في سوريا. فالأعمال اللي عم يقوموا فيها هي بنطبق عليها التعريف الوارد في الاتفاقية اللي هو الاختفاء القسري. لكن بغض النظر عن آلية فقدان الشخص اللي عم بتصير في سوريا، لكن القانون السوري كان في إطار حاطه لهذا الموضوع، لكن خلينا نقول ان هذا الاطار كان هو بالاطار العام، ما كانت البلاد في هاي الحاله الموجوده عليها اليوم. لم تصدر اي تشريعات لمعالجه الحاله الاستثنائيه اللي عم نعيشها بعد هذا الصراع. على العكس بنشوف كيف ان النظام السوري خلال هاي السنوات كان عم يحاول يزيد من الصعوبات والعقبات لمحاولة السيدات اللاجئات للحفاظ على ملكياتهم، مثل الموافقة الأمنية وغيرها. ودائما لما نحكي عن القانون السوري بدنا ننتبه ان عندنا مشكلة في النص القانون نفسه، وهذا النص عدم مراعاته
لظروف الناس، وأيضا عن ناحية تانية هي المسافة بين النص والتطبيق. يعني نحن رغم مع إشكاليات القانون بنشوف أن التطبيق هو أبعد من ذلك وعم بيحط عقبات إضافية. يعني مثلا قضية الموافقة الأمنية أو التعاميم اللي عم تصدرها الوزارات هي غير قانونية، وهي لكن يعني كمان رح بتصدر نحكي عنها أكتر بسياق، لكن هون احنا محتاجين فعلا نفرق شو في الغياب هو كان نتيجة الاختفاء القسري، أو يعني الغياب إما بحالة الوفاة باختلافات عديدة. وهذا بيحطنا كمان أستاذ أنور يعني ضمن كتير من المفاهيم اللي نحن بحاجة نوضحها اليوم بحلقة اليوم قبل ما ندخل كمان بالتفاصيل. ايه تماما. هلا نحن يعني حتى ما نصعب على السيدات اللاجئات ندخل كثير بالمصطلحات القانونيه، طبعا القانون السوري ما تحدث عن الاختفاء القسري، وطبعا سوريا ما هي موقعه حتى على الاتفاقيه. القانون السوري بقانون الاحوال الشخصيه تحدث عن المفقود وعن الغائب. الغائب هو شخص هو معروف انه على قيد الحياه، لكن في ظروف قاهره منعته من القدرة على التواجد أو القدرة على الدفاع عن ممتلكاته. المفقود هو شخص مو معروف إذا كان على قيد الحياة أم ليس على قيد الحياة. فنحن بالحالات اللي عم نحكي عليها وخاصة فيما يتعلق بالاختفاء القسري، فنحن عم نتحدث عن ما وصف القانون السوري بالمفقود. وطبعا القانون السوري كان حاطط قواعد عامة بقانون الأحوال الشخصية حول المفقود، وطبعا هي قواعد مستمدة من الشريعة الإسلامية، وكانت بتتحدث عن الظروف الطبيعية. لكن لما نجي نحكي على ظروف غير طبيعية، كان يفترض في المشرع السوري أن يسن تشريعات لمعالجة الحالات الخاصة اللي عم بتصير خلال النزاع، وهذا لم يحدث. بالقانون السوري بيفرق بحالة المفقود بين إذا كان هذا المفقود قد فقد بسبب عمليات عسكرية أو فقد في ظروف في غير ذلك. إذا كان المفقود فقد نتيجة دون وجود أسباب حربية أو كوارث، فبهذه الحالة حتى نعتبر أن الشخص المفقود قد توفي ننتظر إلى أن يبلغ 80 من العمر. أما إذا كان الفقدان في حالة العمليات العسكرية أو الكوارث، ففي هذه الحالة إذا مضى على الفقدان 4 سنوات، خلال 4 سنوات يعتبر مفقود، بنهاية 4 سنوات يمكن إقامة دعوى لتثبيت الوفاة. لكن هون إذا عنا مرحلتين، عنا شيء بتعلق بكيفية الدفاع عن الملكية خلال فترة الفقدان، وفي عندنا مرحلة تانية في حال ورثة هذا المفقود أو الورث المحتملين بنقول، في حال أراد تثبيت الوفاة فهذا موضوع آخر وله إجراءات أخرى. نعم. طيب هون بما أنه نحن نتناول موضوع الملكية العقارية وأيضا رح يكون في عنا بعض الإجراءات، هل يعني في تعريف أيضا للملكية العقارية لسجل العقاري لطابو أخضر لنوضحه قبل لكل يلي عم يسمعونا اليوم وأيضا عم يتابعونا على البث المباشر قبل ما ندخل بتفاصيل الحالة الخاصة اللي رح نتناولها اليوم وهي في حالة الفقد؟ تمام، شكرا. طبعا القانون السوري واضح لاتجاه الملكية العقارية، وبنعرف ان احنا القوانين السورية اللي تحدثت عن الملكية هي كلها اجت في فترة تأسيس الدولة السورية أثناء مرحلة الانتداب الفرنسي، وتحديدا في عام 1926 صدرت عدة تشريعات لتعرف الملكية. وطبعا الملكية عرفت بشكل واضح بالقانون المدني السوري، وعرف السجل العقاري. لكن المشكلة، وهي من الروبرتاج اللي قدمته، بنشوف ان المشكلة متعددة الجوانب والمستويات في سوريا. طبعا نحن بنعرف ان في حال هناك ملكية عقارية مسجلة في السجل العقاري فهي مصانة ومحمية، لكن المشكلة ان الكثير من الملكيات غير مسجلة في السجل العقاري. يعني نفس النظام يعترف ان نصف المساكن في مراكز المدن الكبرى مثل حلب وحمص ودمشق هي سكن عشوائي. السكن العشوائي معناه أن هذه الملكية هي على الشيوع وهي ملكية أسهم، والسجل العقاري بنشوف أنها أرض زراعية، لكن على الواقع هي مساكن عبارة عن بناء طابقي بيسكنه العديد من الأسر. فالمشكلة أن الملكيات العقارية في سوريا ليس لها الحماية الكافية. نفرق بين الملكية المسجلة في السجل العقاري اللي هي بنسمي فيها طابو أخضر، وبين الملكيات غير المسجلة في السجل العقاري وهي كثيرة. نعم. طيب هون يعني إذا نحن بدنا نبدأ بالخطوة الأولى لإجراءات إثبات الفقد، شو بتكون هي الخطوة الأهم؟
تماما. أول شيء حتى السيدة تستطيع أن تدافع عن ملكية ليست باسمها وإنما باسم شخص فقد، يعني هي بدائرة الورث المحتملين، أول شيء دائما بده يكون في إلى الصفة، الصفة أن هي وريثة محتملة لشخص مفقود. حتى تحسن الدافع عن هاي الملكية في المرحلة الأولى، مرحلة أن هذا الشخص مفقود، أول شيء يجب إثبات الفقدان. إثبات الفقدان في له كمان أصول بالقانون السوري، بيبدأ من تنظيم ضبط شرطة أن هذا الشخص تم فقدانه، ومن ثم بيكون في معاملة تجري أمام القاضي الشرعي، قاضي محكمة الأحوال الشخصية، اللي بيطلب من خلاله تعيين وكيل قضائي، بمعنى أن القاضي الشرعي بيعين شخص هو وكيل قضائي قادر على الدفاع عن ممتلكات الشخص المفقود. فأول خطوة على الزوجة أو السيدة التي لها مورث محتمل مفقود هي إثبات واقعة الوفاة، ومن ثم الذهاب إلى القضاء من أجل الحصول على وكيل قضائي يستطيع الدفاع عن ملكية الشخص المفقود. طيب إذا أنا ما بدي أوفي، يعني أنا عندي أمل كسيدة أنه ممكن يعود زوجها، هل يمكن هون أن تثبت الغياب وتصير في عندها حق الانتفاع بالعقار؟ تماما، أنا هذا اللي ذكرته بهاي المرحلة. إحنا ما عم نحكي حاليا على موضوع تثبيت الوفاة، هذا نحكيها لاحقا، أنا عم بحكي على موضوع الشخص مفقود. ماذا يمكن للزوجة أن تفعل؟ عليها بداية إثبات هذا الفقدان، وهذا بيصير من خلال ضبط شرطة، يعني هو ضبط إداري بيصير فيه فقط تثبيت لواقعة الفقدان إن هذا الشخص مفقود وفقد نتيجة أعمال عسكرية. ونعرف طبعا هي ما فينا نحن ربما لا تسمح الشرطة أن تنوصف الحالة كما حدثت، لكن الفكرة هي تثبيت حالة الفقدان. بعد تثبيت حالة الفقدان يتم الذهاب، لأن كيف بدها تحسن هاي السيدة تتصدى للملكية أو تدافع عن الملكية؟ دائما القضاء بدنا ننتبه أن أول شيء بده إياه هو الصفة. الزوجة ليس لها صفة للدفاع عن ملكية زوجها. حتى يكون لها صفة لازم يكون الزوج أو صاحب الملكية مفقود، وبيتم تثبيت هذا الفقدان والذهاب إلى القاضي من أجل الحصول على قرار من القاضي بتعيين وكيل قضائي. هذا الوكيل القضائي ممكن تكون هي الزوجة نفسها أو أحد الورثة المحتملين، بيكون بياخذ هذه الوكالة من أجل الدفاع عن الملكية. طبعا القاضي الشرعي هون كمان بدنا ننتبه ان هو ما بيعطي هذه الوكالة القضائية بشكل مفتوح وعام، وانما لسبب معين. يعني لا يعني اعطاء الوكالة القضائية ان الوكيل القضائي باستطاعته التصرف بالعقارات بمعنى بيع، وانما بياخذ تفويض، خلينا نسميه توكيل، من القاضي من اجل ان الدفاع عن هذه الملكية. يعني هي فينا نعتبرها هي آثار إثبات الفقد، سواء الورث المحتملين ومنهم الزوج وفق أحكام القانون السوري. تمام. إذا بتسمح لي أستاذ أنور، في معنى اتصال رح ناخده بالبداية. ألو، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا أهلا، تفضل. أستاذ أنا عندي نحن مباركين مسلم بالبيت، تمام، وجينا نطالعه قال بدي 30 مليون سوري. اليوم أنا في عندي أختي هنيك، طيب هذا الحل، وأبوي أنا عاجز ما بيحسن لا بيطلع ولا بيدخل ولا بيحسن، يعني حتى ما بيشوف كمان، طيب هذا إيش الحل معه؟ في أي إضافة أستاذ أنور بتحب نسألها للمتصل؟ الشخص الموجود في البيت واللي عم يطلب 30 مليون، شو سبب وجوده؟ هل هو مستأجر؟ ولا غصب؟ هو مستأجر، هو مستأجر، هو كان استرهانه ب 100,000 من 10 سنين، قلنا معلش بنعطيه 100,000 وبيطلع برات البيت، هلا ما بقى يطلع برات البيت، هلا صار بده 30 مليون وعم بيشتغل بتزوير الوراء، انه ابوي مو ابوي كمان غير ابوي، انه عم بيعه الحوش. طيب هلا هذا اذا نستشيره عند قاضي ولا نستشيره ايه؟ طلبنا القاضي قال بده شهود انه ابوي يكون في ريف حلب. طيب ابوي انا ما بيحسن يمشي ولا بيشوف ولا بيحكي، طيب الحل؟ صديقي العقار مسجل بالسجل العقاري، وانا عندي اختي هناك في النظام، وجينا صالح
كان وعندي أختي بالنظام. نعم صالح، عم يسألك أستاذ أنور، البيت أو العقار مسجل عنده طابو أخضر مسجل بالسجل العقاري؟ يا صالح عم تسمعني؟ لا، حكم محكمة. حكم محكمة. نعم حكم محكمة. في أي إضافة أستاذ أنور بتحتاجه؟ يعني جينا عم وجينا عم نسأل ونقول له إنه طيب. صالح بعتقد هيك صار كافي، بتمنى تبقى معنا. برجع لعندك أستاذ أنور، يعني بهاي الحالة هون هي إني حابين يوكلوا بنته لصاحب العقار، لكن مثل ما قال هو ما نو طابو أخضر، فش ممكن إنه نساعدهم كيف يتوجهوا، خاصة إنه اللي موجود بالبيت طالب مبلغ. تمام. هلا أول شيء، الموجود في البيت هو مستأجر، ليس غاصب للعقار. هو كان عنده وجود قانوني، لكن ربما هو ما عم بيدفع المستحقات تبعيته، أو ربما أن عقد الأجار انتهى، أو بدهن هن ينهوا العلاقة الإيجارية. طبعا هذا الأمر ممكن اللجوء إلى القضاء من أجل الحصول على قرار بإخلاء المستأجر. بيبقى بعض التحديات، هو أول شيء أن هذا الحق العقار هو حكم محكمة وليس طابو أخضر، لكن حتى لو كان حكم محكمة بالإمكان الذهاب إلى القضاء وإثبات أن هذا العقار هو بملكيتهم ومطالبة بإنهاء عقد الأجار. بيبقى التحدي هلأ أن الوالد هو كبير بالعمر وعنده إعاقة، لكن أنا ما تماما فهمت إذا كان الوالد هو موجود في مناطق النظام ولا لا. في حال الوالد كان موجود في مناطق النظام، فبإمكانه توكيل محامي ليحسن يدافع عن هذه الملكية. في حال كان الوالد مو مقيم بمناطق النظام، مقيم في بأي بلد، بإمكانه أن يعمل وكالة لبنته أو لأي حدا آخر من أجل الذهاب إلى القضاء للدفاع عن حق، يعني من أجل إخلاء هذا المستأجر. الحالة ما بتتحدث عن حالة مفقود، الوالد موجود معروف وهو قادر على الدفاع عن ملكيته، سواء إذا حتى لو كان عنده ظروف معينة بإمكانه توكيل محامي أو توكيل أي شخص من أجل توكيل محامي والذهاب إلى القضاء بدعوى من أجل إنهاء العلاقة الإيجارية أو إخلاء المستأجر. نعم أستاذ أنور، إذن يعني هي بشكل عام تناولنا بالجزء الأول من الحلقة اليوم، هو التعريف الفقد الخطوة الأولى حتى نبدأ بإثبات عملية الفقد، أيضا آثار إثبات الفقدان على الوراثة المحتملين وفق أحكام القانون السوري. قبل ما نستكمل باقي المحاور، بذكر كل يلي عم يسمعونا أنه بإمكانهم اتصال فينا ومشاركة أسئلتهم بالتعليقات عبر البث المباشر على صفحة روزن الرسمية على فيسبوك. أيضا بإمكانهم الاتصال المباشر من داخل تركيا أو عبر اتصالات الواتساب على الرقم 090-350-5238. وقبل ما نستكمل باقي محاور الأسئلة مع المشرف العلمي في منظمة اليوم التالي أستاذ أنور مجني، رح نكون مع تقرير بنسلط الضوء فيه على الغموض اللي بلف طريقة التعامل مع الممتلكات في سوريا. هناك الكثير من السوريات، السيدات السوريات اللي ما بيعرفوا إذا كانوا فعلا بيقدروا يستعيدوا حقوق ملكية عقارات العائلة. لمزيد من التفاصيل بالتقرير التالي بصوت زميلنا محمد الحاج. يمثل التعويض عن الممتلكات جزءاً أساسياً من أي اتفاق بعد الحروب والنزاعات، لكن هذه العملية في سوريا قد تكون معقدة للغاية، فهناك تحديات عدة فيما يتعلق بتثبيت حقوق الممتلكات. التعويض مفهوم قانوني عرفه الإنسان منذ أكثر من قرن في مختلف المنظومات القضائية كوسيلة من وسائل الإنصاف من انتهاكات المسؤوليات القانونية، كما أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خلال قراراته أكد مرارا وتكرارا على حق جميع اللاجئين والنازحين في العودة إلى منازلهم وأماكن أصلهم، وأن يستردوا جميع حقوق منازلهم وممتلكاتهم التي حرموا منها
أو أن يعوضوا عما يستحيل استرداده. ومع أن التعويض عن الممتلكات حق مكتسب ومعترف به في القانون الدولي، غير أن الغموض يلف طريقة التعامل مع الممتلكات في سوريا، وعدد غير قليل من السيدات السوريات لا يعرفن ما إذا كن سيستعدن حقوق ملكية عقارات العائلة ومتى سيكون ذلك. إن النساء على وجه الخصوص سيواجهن تحديات خاصة عند محاولتهن إثبات حقوقهن في الممتلكات. ففي سوريا هناك تمييز تجاه الرجال في القوانين والممارسات والأعراف والقرارات المتعلقة بالممتلكات والميراث. فعلى سبيل المثال، ترتبط هوية المرأة القانونية المسجلة في منظومة الأحوال المدنية السورية بهوية زوجها أو والدها، وذلك الواقع كان سائدا حتى قبل النزاع. وهناك عوائق أخرى تتضمن على سبيل المثال طبيعة عقود الزواج التي تثبت حق المرأة في الممتلكات بعد وفاة الزوج أو الطلاق، أو حتى في ظل التغييب القسري للزوج وعدم معرفة مصيره بعد فقدانه. إن العودة المستقبلية للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية في سوريا ستؤدي إلى ظهور عدد هائل من الادعاءات المتنافسة والمتعارضة على استخدام الأرض والملكية وإشغالها من المالكين الأصليين والآخرين غير الشرعيين. فخلال سنوات الحرب استمرت معاملات بيع الممتلكات وشرائها ولم تتوقف، وغالبا ما كانت توثق في عقود خاصة أو اتفاقات بين الأفراد دون أن تسجل في أي منظومات قانونية. وإضافة إلى ذلك، كانت هناك أعمال التهجير القسري ومصادرة الممتلكات ومعاملات البيع والشراء القسرية تحت الإكراه، وهناك نزاعات الإشغال الثانوي للأراضي والعقارات من النزاعات الشائعة أصلاً في كل سوريا حتى قبل عام 2011. أستاذ أنور، من جديد يعني خاصة بعد الاتصال اللي وردنا من صالح، في أحياناً بتعذر الحضور الشخصي، وبموضوع حلقة اليوم وبقصة السيدة داعد اللي طرحناها واللي هي بتشبه حالات كتيرة، عم يتعذر الحضور لأسباب كتيرة، منها الخوف من المراجعة الشخصية، خوفاً من الاعتقال، خوف من كتير من الأمور اللي ممكن تحدث معهم، بالإضافة للتكلفة. فإذا يعني نتحدث بداية عن إجراءات التوكيل الوكالي القانوني، سواء كانت لا محامي يقدر يتابع الأمور أو لأحد الأقارب، مثل ما كان بالاتصال كان في رغبة بتوكيل بنت المالك، يعني هاي الإجراءات اللي هي ضرورية اليوم لإثبات الفقد وتنظيم حصر الإرث وحتى متابعة ممكن الانتقال لدى المصالح العقارية، شو هي إجراءات الوكالة اليوم المطلوبة؟ طبعا هي التعقيدات، يمكن هذا التقرير وضح ان التعقيدات اساسا بسوريا موجوده وكثيره وقبل النزاع وتفاقمت مع النزاع. بخصوص اول نحكي على موضوع المفقود، طبعا ما بنحكي هلا على موضوع تثبيت الوفاه وما بعد تثبيت الوفاه، لكن لما نحكي عن المفقود وفق القانون يستطيع اي احد من الورثه التصدي للدفاع عن ملكية المفقود، يعني لا يشترط الزوج حصرا، وإنما أي شخص من الورث المحتملين للمفقود بإمكانه البدء بالإجراءات. وبالتالي يعني أحد الخيارات اللي ممكن تكون متاحة للزوجة هي الاستعانة بأحد الورثة، خاصة إذا كانت هي موجودة خارج سوريا وفي أحد الورثة موجودين في سوريا، فممكن من خلاله المباشرة في الإجراءات. طبعا اول شيء المفقود بدنا ننتبه، هل المفقود قبل الفقدان كان له وكيل قانوني؟ في حال كان له وكيل فممكن هذا الوكيل ان يبدا يتصرف، وبهي الحاله دائما القاضي الشرعي بيعطي التوكيل القضائي للوكيل القانوني. لكن في حال هذا الشخص المفقود ما كان له وكيل في سوريا قبل فقدانه، فبهي الحاله نحن بحاجه لوكيل قضائي. الوكيل القضائي بعين القاضي الشرعي بناء على طلب احد الورثه، لا يشترط الزوجه.
فأحد الخيارات المتاحة أن الاستعانة بأحد الورثة المحتملين الموجودين داخل سوريا. طبعا في حال ثاني هو بإمكانه أن تلجأ لتنظيم وكالة إلى أحد الأشخاص الموجودين في سوريا حتى يحسن يوكل محامي ويباشر الإجراءات. طبعا هذا الموضوع فيه له تحديات، مثلا إذا كانت السيدة لاجئة فبالتالي هي بحاجة لمراجعة السفارة، وطبعا مراجعة السفارة يعني عم نحكي على صعوبات لوجستية وصعوبات مالية، يعني مثلا السيدات في لبنان جزء كبير منهم ما عندهم قدرة أصلا للوصول إلى بيروت. طبعا كمان بدنا نحكي لما بدنا نراجع السفارة بده يكون في أوراق رسمية، بمعنى جواز سفر ساري مفعول، ونعرف نحن أغلب المهجرين ما كان عندهم هذه الأوراق، بالتالي يختلف الأمر من حالة إلى أخرى. لكن في طريق هو طريق التوكيل من خارج سوريا، وفي طريق أن يقوم أحد الورثة الموجودين في سوريا بالتصدي لحماية الملكية. طيب كمان ذكرت أستاذ أنور بالبداية الموافقة الأمنية وشرط الموافقة الأمنية، يعني واعتبرت أنه هو نوع من التعقيدات أيضا. شرط الموافقة الأمنية اليوم لما عم ينطلب وغالبا ما عم يتم الحصول عليه، لأنه إذا تم تصنيف اللاجئات السوريات أو كانت مثل حالة السيدة دعدي هي متهم بالإرهاب، وبالتالي ممكن كتير أنه ينرفض أي توكيل هي ممكن تكون فيه. شرط الموافقة الأمنية اليوم شو ممكن تعمل هي؟ هل ممكن تلجأ للقضاء بهالحالة؟ تماما. هلأ أول شيء الموافقة الأمنية هي إجراء غير قانوني، لا يتفق مع الدستور السوري ولا يتفق مع القوانين السورية وليس له أساس قانوني بالأصل. لكن عمليا الواقع العملي أني عم تنطلب الموافقة الأمنية من أجل المعاملات المتعلقة في العقارات. هون بدنا نفرق. المعاملات المتعلقة بنقل الملكية تحتاج حكما لموافقة أمنية، لكن المعاملات المتعلقة بحماية الملكية ما هون فينا في إجراءات ممكن القيام فيها دون موافقة أمنية. المثال على ذلك بالسنة الماضية طلع التعميم رقم 30 اللي عم تحدث عن ضرورة الحصول على الموافقة الأمنية كشرط أساسي ومسبق من على إجراءات الوكيل القضائي. يعني اليوم حتى نحكي عن الدفاع عن ملكية المفقود وتعيين وكيل قضائي له، أجهد التعميم عم بيشترط أن يكون هناك موافقة أمنية، لكن بنلاحظ لاحقا تم التخفيف من هذا الشرط، واليوم يعني الجانب العملي عم بيقوم القاضي الشرعي بإصدار قرار بتعيين وكيل قضائي دون الحاجة للموافقة الأمنية. هي ناحية. الناحية الثانية عمليات البيوع اللي بتصير في سوريا، يعني في حال حدا راد يبيع عقار إلى آخر، الموافقة الأمنية هي شرط لنقل الملكية وليست شرط للجوء إلى القضاء، فبالتالي ممكن اللجوء إلى القضاء والحصول على الحكم حتى لو ما في موافقة أمنية. الموافقة الأمنية هي من أجل تنفيذ هذا القرار. نعم. طيب إذا استثنينا الجانب المحلي اليوم أستاذ أنوار، هل ممكن أنه أنا أتقدم إلى هيئة ذات اختصاص 7 للأمم المتحدة يساعدني بهي الإجراءات لحتى أنا أقدر أنقل الملكية؟ بشكل عام آليات الأمم المتحدة، وهون عمليا نتحدث على مجلس حقوق الإنسان اللي أوجد العديد من آليات الدفاع وحماية حقوق الإنسان، منا مثلا المقرر الخاص المعني بالسكن، منا كثير من الإجراءات، مثلا حتى في إجراءات خاصة بسوريا مثل لجنة التحقيق المستقلة. لكن بدنا ننتبه على شغلة، أني من الصعب جدا على السيدة خاصة المهجرة أن تلجأ إلى هذه الآليات. هي من ناحية. من ناحية تانية السؤال هو عن مدى فاعلية هذه الآليات، يعني نعرف هي الآليات موجودة لكن هل هي فاعلة؟ هل تستطيع إحداث تأثير؟ أنا أعتقد هون التوجه إلى هذه الآليات هو دور للمنظمات الحقوقية أكثر ما هو دور الأفراد. المنظمات الحقوقية لازم دائما يكون عندها التواصل مع هذه الآليات لمناصرة قضية الملكية والتعديات اللي عم تصير على الملكية في سوريا. لكن على مستوى الأشخاص أن يلجأوا لهذه الآليات لتحصيل حقوق خاصة، أعتقد هذا الأمر جدا معقد وصعب. نعم. طيب كمان يعني في أوراق ثبوتية بتنطلب، لكن كمان بسوريا في عدد من السيدات ممكن يكون زواجهم زواج عرفي غير مثبت، هل هون ممكن للزوجة تثبت حقها أو تقدر تثبت فقدان زوجها وبالتالي حقها بملكيته، ولا بتفقد حق الملكية لكون أنه الزواج ما زال عرفي غير مثبت؟
إيه يعني إحنا حكينا إن بشكل عام المعاملات الملكية في لها تعقيدات، وكل تفصيل يزيد من هذه التعقيدات، خاصة مثلا نجي نحكي على الزواج العرفي. طبعا هي من حقها الذهاب إلى القضاء، ومن حقها الدفاع عن الملكية، ومن حقها أن تكون أحد الورثة. الحق يبقى موجود، لكن الوصول إلى الحق يصبح أكثر تعقيدا. فالزواج العرفي هو زواج لا يراه القانون، هو زواج لا تراه مؤسسات الدولة، وإنما هو علاقة بين طرفين، الزوج والزوجة، لنقل هذا الزواج لإعطائه أثر قانوني. يجب أن تقوم الزوجة بداية بتثبيت الزواج، بمعنى إذا كان الزوج مفقود فهي ما فيها تروح تتقدم للقاضي الشرعي بصفة أحد الورثة المحتملين، لأن هي القاضي الشرعي بيطلب بيان قيد عائلي ما بيشوفها، ما بتظهر فيه، بيظهر الزوجة اللي لها قيد، أو بيظهر إن ماله زوجه، بهي الحالة بيكون ورثته من أبوه وأمه. فهي لا تظهر، لا يراها القاضي الشرعي حتى يشوفها، حتى يكون لها وجود قانوني. أول خطوة يجب القيام فيها هي أن القيام بدعوى تثبيت زواج. وطبعا هاي الدعوة متاحة وممكن القيام فيها حتى لو كان الزوج مفقود، فهون عليها اللجوء إلى القاضي الشرعي، محكمة الأحوال الشخصية، بدعوى تثبيت زواج، بتدعي فيها على الزوج المفقود، بتحط فيها آخر عنوان له، بتقول إني أنا تزوجت من فلان بتاريخ كذا، أنجبت أولاد، أو حتى لو ما أنجبت أولاد بتذكر هذه الوقائع وبتثبت وقعة الزواج، وبصدر قرار بتثبيت هذا الزواج. بعد تثبيت هذا الزواج بتنقل هذا القرار إلى السجلات المدنية من أجل التدوين هذا الزواج في سجلات الدولة السورية. بعد هذه الخطوة تستطيع أن تتصرف لحماية ملكية الزوج المفقود بناء على الصفة اللي صارت لها، اللي هي أنها زوجة، لكن قبل تثبيت الزواج ليس لها أي صفة. وهون في حال ما تعاونوا أهل الزوج معها، يعني غير راغبين أنهم يثبتوا حالة الفقدان أساسا، أو ممكن هي بتعرف أنه هو متوفى لكن ما في أوراق تثبت هذا الشيء وهن رفضوا يتعاونوا معها، هل فيها تستمر بهي الإجراءات حتى مع رفضهم أو عدم تعاونهم؟ يعني بالقانون السوري ما في شرط هو ان يتعاون اهل الزوج مع الزوج، اهل الزوج مع الزوجه، لكن هن عدم تعاونهم بيزيد من التعقيدات. فاليوم عم نحكي مثلا اذا الزوجه كانت لاجئه في لبنان على سبيل المثال، وبدها تدافع عن ملكيه زوجها، وهي ما قادره على العوده الى سوريا بسبب التحديات الامنيه، فبهي الحاله بامكانها الاستعانه باحد الورثه المحتملين، مثلا والد الزوج المفقود. لكن في حال اهل الزوج ما تعاونوا، فهون بيكونوا عم يزيدوا من الصعوبات. ما بنحسن نقول ان تعاون هو الشرط، وانما عدم التعاون يزيد من التعقيدات. طيب إذا بنرجع للأوراق الملكية، الأوراق ملكية ضائعة اليوم أو احترقت مثل ما صار مع السيدة دعدو، وهي بتشبه حالات كتير من السوريين، يعني هي ذكرت أنه الهوية الشخصية حتى كان ممكن تخسرها لو ما كانت موجودة أساسا نسيانتها عن بيت أهلها، الأوراق كلها احترقت أو فقدت، وكتير حال من السوريين اليوم حتى أوراقهم الثبوتية الشخصية غير موجودة معهم، هل في أي طريقة اليوم لتثبت حق ملكيتها أو حق ملكية الزوج المفقود اليوم وبالتالي البدء بإجراء نقل الملكية؟ تماما. يعني هي الزوجة أول شيء إذا بدها تحاول تدافع عن ملكية زوجها المفقود، أول شيء لازم تعرف ما هي الملكية التي تريد الدفاع عنها. إذا ما كان عندها أوراق فهي ما عندها نقطة البداية. هون طبعا بالنسبة للملكية بدنا نفرق بين الملكية المسجلة في السجل العقاري والملكية غير المسجلة في السجل العقاري. في حال كانت الملكية مسجلة في السجل العقاري حتى لو ضاعت الأوراق أو احترقت، يمكن تعويضها من خلال الذهاب إلى السجل العقاري وأخذ بيان قيد عقاري عن العقارات اللي بيمتلكها الزوج المفقود. وطبعا بهي الحالة ما في داعي السيدة تروح بنفسها، ممكن عن طريق أي وسيط الحصول على بيان قيد عقاري، وبهي الحالة بيان قيد عقاري بيغني عن باقي الأوراق. لكن التحدي بيزيد وبيصير الصعوبات أكبر لما بيكون هذا العقار غير مسجل في السجل العقاري، بمعنى أن الملكية هي بناء على عقد بين طرفين، أو بناء على وكالة كاتب العدل أو ما إلى ذلك. طبعا العلاج يختلف من حالة إلى حالة، لكن كنصيحة أقدمها للجميع،
يعني أتمنى على الجميع المحاولة قدر الإمكان للحفاظ على وثائق الملكيات، وفي حال تلف محاولة تعويضها. يعني مثلا إذا كانت هي العلاقة عقدية بين طرفين وضاع العقد عندها، ممكن التواصل مع الطرف الثاني للحصول على صورة عن هذا العقد. إذا كانت هذه الملكية هي يعني سببها هو وكالة عن طريق الكاتب العدل، فأيضا ممكن تكليف أحد الأشخاص للذهاب إلى الكاتب العدل والحصول على صورة مصدقة عن هذه الوكالة. بمعنى المحاولة قدر الإمكان لترميم الأوراق المتعلقة في العقارات في حال فقدانها أو إتلافها. لكن طبعا مع ذلك هناك بعض الحالات التي لا يمكن ترميم هذه الأوراق، وهون هي بحاجة للجوء للقضاء والدخول في خصومة مع الطرف الآخر اللي هو المالك السابق أو البائع من أجل إثبات هذا الحق. وحتى لو يعني أساسا هي كانت خارج سوريا، عن طريق الوكيل بتقدر تقوم بكل هالعمليات؟ طبعا هو بالدعاوى المدنية والشرعية بشكل عام لا يشترط حضور صاحب العلاقة وإنما حضور الوكيل، لكن التحديات بتكبر لما بنعرف أني بنحتاج لإجراءات قد تكون صعبة، وبالتالي يعني يمكن يجب التفكير بكيف في تذليل الصعوبات من أجل قدرة الأشخاص على الوصول لتوكيل محامي أو توكيل شخص موجود في سوريا للدفاع عن الممتلكات، وهي قضية صعبة. ونعرف اليوم أن أحد الصعوبات أن ما فيها السيدة مثلا أن تذهب إلى سوريا ودفاع عن حقوق الملكية بسبب أن الملاحقة الأمنية أو المخاوف الأمنية، وهي مخاوف محقة، وبالتالي كمان عندها هي صعوبات سواء لوجستية أو مالية بتتعلق بالقدرة على الوصول إلى السفارات من أجل تنظيم وكالة بشكل قانوني. طيب ودائما هون بيكون الحل الاستعانة بأحد الورثة المحتملين للشخص المفقود الموجود في سوريا. هذا بيساعد كتير، لأني بالقانون أي شخص من الورثة المحتملين بإمكانه التصدي للدفاع عن ملكية الشخص المفقود. وهون في حال كان يعني أحد الورثة المحتملين ممكن يكون الأخ أو الأب أو الأم، في حال ما كان في طفل ذكر، بهاي الحالات إذا صار في مشكلة بيناتهم، هل يعني أو يعني خاصة في حال كان الزواج عرفي، ولا كمان بيعملوا حساب كل الورثة وبالتالي بهاي الإجراءات فيما بعد بتحصيل حصر الإرث وحقوقه بنقل الملكية؟ طبعا نحن عم نحكي اول شيء عن الزوجة صاحبة الصفة، وقلنا قبل ما تثبت زواجها فهي لا صفة لها. اول خطوة هي تثبيت الزواج. بعد تثبيت الزواج بتصير هي احد الورثة، وبالتالي حتى لو اجى احد الورثة الاخرين من طرف الزوج الموجود في سوريا وقام باي اجراء لحماية الملكية، فان هذا الاجراء لا يحمي حصته فقط وانما يحمي كامل الملكية. وبالتالي انا اعتقد ان اهل الزوج لهم مصلحة بالدفاع عن هذه الملكيات، وبالتالي الدفاع عن ملكية ابن المفقود بالتالي يعني تنسحب على الزوجة، وهو بتكون عملية دفاع عن حقوق الزوجة بزوجها المفقود، بالتالي ما في إشكالية بهي الناحية. أستاذ أنور بالختام تلخيص سريع للإجراءات اللي بهمت حالة السيدة دعد، كيف تبلش ولوين ممكن هي توصل بشكل سريع بختام الحلقة؟ شكرا. أنا يعني حابب كمان بالختام بس أشير لموضوع تثبيت الوفاة، لكن بشكل عام أول شيء النصيحة العامة هي كل شخص عنده عقارات سواء كانت مسجلة بالسجل العقاري أو غير مسجلة، محاولة الحفاظ على جميع الوثائق المرتبطة بهذه العقارات، وفي حال فقدانها محاولة قدر الإمكان لترميمها. ولما بنتحدث عن مؤيدات الملكية مش شرط فقط بيان قيد عقاري أو يكون عقار مسجل، وإنما أي وثيقة تثبت العلاقة بهذا العقار، ممكن تكون فاتورة كهرباء، وممكن تكون صورة شخص على البلكون، وممكن أي شيء، لأن هذا له علاقة في المستقبل لما بيصير في تسوية لكامل النزاع، ومثل ما حكيته بالتقرير محاولة استرداد الملكيات والتعويض وغيره. فدائما أنا نصيحتي أني حاولوا قدر الإمكان الحفاظ على كل ما يشير أنهم أصحاب ملكية أو أصحاب حقوق عقارية في مكان معين. هذا بشكل عام. الناحية الثانية على الزوجة اللي زواجها عرفي، تعرف أن هي القانون لا يحفظ حقوقها إذا ما تم تثبيت هذا الزواج، وبالتالي الخطوة الأولى حتى يكون إلى صفة تحسن من خلال الدافع عن ملكيات زوجة أو ملكيات مورثة
المفقود هي أن تثبت الزواج. الأمر الآخر هو محاولة الدفاع عن الملكية. يعني إحنا ما بنجي بنحكي عن الملكية، ما عم نحكي فقط أن قدرة الزوجة على بيع الأملاك، ما عم نحكي على هذا الجانب، وإنما عم نحكي على قدرتها على الحفاظ على ملكية زوجها، وبالتالي هي بحاجة للتوكيل. ودائما من المهم جدا في حال وجود شخص من الورثة المحتملين داخل سوريا الإسراع بالذهاب إلى القاضي الشرعي من أجل الحصول على قرار بالتوكيل، بأن يكون وكيل قضائي، لحتى لأن ربما الأشخاص الموجودين بسوريا الاستقرار غير موجود، فبالتالي نستفيد من وجود أحد قبل ما نفقد هاي الفرصة. أخيرا أنا بس بدي أشير لناحية هي تتعلق بالوفاة. القانون السوري بيقول أن بعد الفقدان بأربع سنوات يمكن لصاحب المصلحة، يعني لأحد الورثة المحتملين، التقدم إلى القضاء بطلب إثبات الوفاة. طبعا القضاء بيتحقق من مرور أربع سنوات، بيتحقق من واقعة الفقدان كانت بسبب العمليات العسكرية أو الكوارث، بهي الحالة بيصدر قرار بتثبيت الوفاة. طبعا هذا الأمر بيعود لأهل المفقود، لأن بنعرف كثير من الناس عندهم ما زال أمل أن يكون مفقود على قيد الحياة، ونتمنى ذلك ونتمنى الإفراج عن جميع المعتقلين، لكن هذا أيضا حق لا نحرمه للناس، هذا قرار شخصي بيتخذه كل شخص عنده قريب مفقود في حال أراد تثبيت وفاته من أجل نقل هذه الملكيات إلى أسماء الورثة، فهذا أمر يتيحه القانون بمرور أربع سنوات على حالة الفقدان. بدي أتشكرك جدا أستاذ أنور مجني على كل المعلومات المهمة اللي شاركتنا فيها بحلقة اليوم، يعطيك ألف عافية. شكرا لكم، شكرا للمستمعين والمستمعات، تحياتي. تحياتي لحضرتك. بهون بنتوقف، وكل الشكر للأستاذ أنور مجني المشرف العلمي في منظمة اليوم التالي. أيضا رح نتابع بحلقات قادمة باقي التفاصيل والحالات الخاصة اللي ممكن تصادف المرأة السورية باسترداد أو نقل ملكية العقار لإلها. الباب دائما مفتوح أمام أسئلتكم لطرحها على الخبراء القانونيين، ممكنكم تشاركونا فيها عن طريق بوست مثبت رح يكون بشكل خاص ببرنامج طابو أخضر على صفحة روزنا الرسمية على فيسبوك، وأيضا عبر رسائل واتساب فيكم تشاركونا على 090-350-5238 مع هاشتاج طابو أخضر. ولهون بتنتهي حلقة اليوم. كل الشكر لكل يلي رافقونا اليوم، والشكر الكبير أيضا لفريق العمل. هاي الحلقة قدمت بتعاون مع منظمة اليوم التالي وشراكة بالإنتاج مع منظمة نوفوتوزون. انتظرونا الأسبوع القادم بطابو أخضر الساعة الثانية ظهرا بتوقيت سوريا وتركيا، وأيضا فيكم تحضروا الإعادة الساعة 6:30 مساء بتوقيت سوريا. كنت معكم نيلوفر.